عقود طويلة من التضحية والشجاعة والبسالة والإيثار قدمها جيش العراق بكل تشكيلاته وصنوفه، فالذودي عن مقدسات وأرض العراق وحمايتها من دنس كل من يحاول النيل منها خلال معارك ضارية وأعداء كثر كانت آخرها معركته ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتي تسببت بكوارث عدة ما زالت آثارها المدمرة ماثلة حتى الآن منذ إعلان النصر على داعش عام 2017. وها هو اليوم يثبت مقاتل عراقي أصيل شجاعة العراقيين المعهودة بعد أن فقد ذراعه خلال تفكيك إحدى العبوات الناسفة المزروعة قرب مدرسة للطالبات، فكانت يده الشريفة المبتورة صمام أمان أنقذ حياة الأبرياء. ولولا هذه الإيد ما كنا نحن بالوضع اللي بيه الآن. هاي الإيد اللي بقت احنا راح نقبلها ونخليها على جبيننا، لأن هذا رمز لكل عراقي. فكانت الالتفاتة سريعة من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وبإشراف شخصي من سكرتيره الفريق الركن محمد البياتي بتكريم المقاتل وسام والاستجابة السريعة لمناشدته بالنظر إلى ظروفه الخاصة. مناشدة وسام وصلت للسيد القائد العام للقوات المسلحة السيد الكاظمي، وحقيقة تألم هواي من شاف المعاناة اللي عاشها الجريح ووافق على تكريمه وتأذى للوضع اللي بيه هو الآن. البياتي أكد أن تضحية وسام الذي فكك 71 عبوة ناسفة في يوم واحد مثال يحتذى به، كونه فضل أداء واجبه رغم سماعه نبأ مرض والدته التي توفيت في ذات اليوم لترحل إلى بارئها دون رؤية ابنها. وسام يستحق التكريم، والسيد القائد العام أرسل له ما أراد، نائب ضابط الممتازة، زين إن شاء الله حتى يحسن وضعه وإن شاء الله القادم أفضل. موقف يختلف عن سواه، وشعور تقشعر له الأبدان، وإنسانية شملت عائلة المقاتل البطل في ظرفها الحالي، فيما قابل وسام تكريمه بإهداء نسخة من القرآن الكريم للكاظمي وللبياتي معا، تعبيرا منه عن امتنانه لموقفهما الداعم له. سيدي هذا القرآن هذا افتحه بس اكو السبيل، هذا على رابطة الجرحى الجيش العراقي، هذا هدية حضرتك، وهذا القرآن الثاني السيد القائد العام القوات المسلحة هذا هدية، هذا من رابطة الجرحى الجيش العراقي. احنا اللي يجي اليوم اللي نخدمك فيه ثقب محمد إن شاء الله. هاي القعدة اللي منعتك عن الحركة احنا موجودين ابن عرب، واحنا ننظر لكل طلب يحتاجه الجريح. وسام سمعناه ابننا وانت يومنا ولا تنضامين، وان شاء الله ارجع لك مرة ثانية. وهكذا تستمر بطولات وتضحيات الجيش العراقي الباسل رغم جميع الظروف التي تمر بها البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ويقدم الغالي والنفيس في الدفاع عن أرضهم وشرفهم ومقدساتهم وتطهيرها من دنس كل من يحاول النيل من أرض الرافدين.